8 لعيبة رفضوا اللعب لمنتخب الجزائر وقرروا يمثلوا منتخبات تانية. صلى على النبي. وخليني اقول لك، في المركز الثامن كريم بوضياف رفض اللعب لمنتخب الجزائر واختار اللعب لمنتخب قطر. في المركز السابع سمير النصري رفض اللعب لمنتخب الجزائر واختار اللعب لمنتخب فرنسا. في المركز السادس بوعلام خوخي رفض اللعب لمنتخب الجزائر واختار اللعب لمنتخب قطر. المركز الخامس نبيل فقير رفض اللعب لمنتخب الجزائر واختار اللعب لمنتخب فرنسا. المركز الرابع كريم بنزيما رفض اللعب لمنتخب الجزائر واختار اللعب لمنتخب فرنسا. في المركز الثالث حسام عوار رفض اللعب لمنتخب الجزائر واختار اللعب لمنتخب فرنسا. رقم 2 مهدي بن عطية رفض اللعب لمنتخب الجزائر واختار اللعب لمنتخب المغرب. رقم 1 زين الدين زيدان رفض اللعب لمنتخب الجزائر واختار اللعب لمنتخب فرنسا. متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو في موضوع عايزنا نتكلم عنه اكتبلي تحت في الكومنتات.